نتابع هذه الصور الحية المباشرة الآن للقادة وزعماء. هذه هي الصورة التذكارية لهذه القمة، نتابعها الآن عبر شاشة القاهرة الإخبارية. القادة والزعماء في طريقهم لالتقاط هذه الصورة التذكارية لهذه القمة الأمريكية الأفريقية. إذن مشاهدينا الكرام، هذه صورة حية مباشرة تأتينا من العاصمة واشنطن للقادة وزعماء الأفارقة وهم في طريقهم لالتقاط هذه الصورة التذكارية في أثناء هذه القمة، القمة الأمريكية الأفريقية. نتابع مع حضراتكم الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتجه ليكون في موقعه لأخذ هذه الصورة التذكارية في حوار جانبي مع القادة وزعماء الأفارقة الآن قبل التقاط هذه الصورة. كما هو واضح، هناك حديث ودي بين الرئيس الأمريكي والرؤساء والقادة وزعماء الأفارقة. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا في هذه اللحظات هذه الصورة التذكارية للرئيس الأمريكي بحضور القادة وزعماء الأفارقة في ختام هذه القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي تعقد في العاصمة واشنطن بمشاركة قادة وزعماء القارة الأفريقية والتي استمرت لمدة 3 أيام، وهي القمة الثانية من نوعها، وشارك فيها ممثلون لما يقرب من 50 دولة أفريقية من رؤساء الدول والحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الخاص، فضلا عن مسؤولي الإدارة الأمريكية ومفوضي الاتحاد الأفريقي.